النهارده رامي سنتر عامل لكم عرض حلو جدا يا جماعه على كل الشغل الحريمي. النهارده هيكون معانا جاكيت الفيست البامب على 120 جنيه، معانا النهارده حاجات اندر شيرت بناتي قمر يلبس اطفال عامل معانا 35، والحريمي بتاعه البناتي عامل معانا 50 جنيه، معانا كل الكبات الامهاتي مقاسات الخاصه الكبيره كانت بادئه معانا ب 130 و140 و170، كل حاجه على حسب خامتها وحسب الموديل. معانا كمان شغل الدبل فيس في الكبات ده يتلبس وشين، معانا طقم بناتي جوخ كان عامل 60 جنيه، توقعوا وتخيلوا معانا. معانا كمان بلوزات عجينه اوفر سايز بكابتشو كان شكلها قمر قوي وسعرها حلو جدا. معانا كل الشنط اللي انتوا شايفينها دي بقى، شنط اللابات والرحاله والسفر، عندنا شنط البيبيهات برضو، عندنا الكروسات بكل اشكالها، حاجات كتير جدا هتشوفوها النهارده في الفيديو. والميزه في المكان النهارده ان هيشحن لكم بالقطعه، اللي هيقول تبع قناه يوميات مكه هياخد قطاعي يا جماعه يتشحن له اي محافظه بالقطعه. معانا كمان شنط المدارس اللي انتوا شايفينها، الشنط دي موجود فيها مصري وموجود فيها كمان مستورد. العنوان بتلاقوه في اخر الفيديو، لينك التليجرام اول تعليق. بالله عليكم ما تبخلوش عليا بلايك وشير، ويلا بينا نشوف عروضنا النهارده. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اللهم صل وسلم وزيد وبارك على سيدنا محمد. ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك؟ ايه الاخبار؟ الله يصلح حالك. الله يبارك. واول مره نصور وهنعمل عروض حلوه، احنا عند رامي سنتر برضو يا جماعه، ومتابعينك الكرام كلهم على راسي. الله يخليك كلك ذوق. نبتدي بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم اجمعين. ما شاء الله تبارك الله، الكميه عندنا كميات كبات والحمد لله، تمام، وبنظبط الدنيا بفضل الله لكل متابعينك الكرام. تمام، الكبات الامهاتي والمقاسات الخاصه كلها هتلاقوها موجوده هنا، واسعار جمله الجمله هتاخدوها قطاعي بفضل الله. الشحن عندنا من قد ايه قبل ما نبدا؟ والله انا ببعت من قطعه واحده، من اول قطعه بنشحن. ناس كتير عارفه انا ببعته من قطعه، حتى ثمن الشيال انا ما باخدوش. تمام، من اول قطعه كلك ذوق. هنبدا بايه معانا؟ نبتدي بالبامب. بالبامب ادام بدأنا بيها هنعمل عليها عرض حلو. الجاكيت البامبا هيعمل كام معانا النهارده؟ 120 جنيه يا ست الكل. ب 120 قسما بالله، قسما بالله بيتباع هنا تحت قدامي جمله 145 جنيه. النهارده عندنا ب 120 جنيه البامب البنات. بس مش هقول المصنع. تمام، مش هنقول البراند بتاعه. ده ست الكل خمس الوان. تمام. الفضي والبيج والاسود والازرق. تمام. والابيض. والابيض، كله على 120. 120 يا ست الكل ما معليش. تسلم ايدك. تمام. لو قطعه واحده هبعتها على 120. لو قطعة واحدة هتتشحن لكم يا جماعة، وقلنا لكم الألوان بتاعته كمان. معانا إيه تاني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا كده عجينة، ده عجينة بناتي حلو قوي. كل كده الخامة، أنا مسكتها بالتصوير تحفة. ده عجينة حلو قوي قوي. ده 95 جنيه ده النهاردة ب 95، هو مقاس واحد؟ خمسة، ده مقاس واحد. أه، يلبس أربع خمس سنين على حسب الجسم. مفيش مشكلة. عشان لا يشحن بره. أه، لا عشان بس بيلبسوا حاجات تقيلة تحت وبتاع ما يبقاش قصير. تمام، حلو قوي. المقاس الاكبر منه على طول ب 105. الاكبر منه اللي هو ده، والوان متوفره. بصوا كده معانا، ده الاكبر منه عامل كام؟ 105. 105 تمام. ده يلبس ايه؟ 9 10 سنين. اه، ده على 105. من تقولي نقول من 8 ل 10 او 11. تمام، حلو قوي. عامل معانا 105 برضو، الوان متاحه. هو نفس الخامه يا جماعه بس المقاس الاكبر. تمام، تسلم ايديك. معانا ايه تاني؟ الكبات. ارجع لنا خطوه لورا معلش استاذنك. تسلم ايدك. ده اللي هو الكم، انا هاجي بس امسك لكم على الاستاذ احمد. في منه الوان كتير. بصوا تحفه، ده اللي هو الكم. المقسم، الكم المقسم. اي حاجه بكم او الشكل ده ب 140 جنيه. ده ب 140 جنيه. ده لوحده خمس الوان. حلو قوي، ده صوفي يا جماعه. في منه الاسود وفي منه الروز، في منه الوانه، بس انا ما شاء الله تبارك الله شغال فيهم حلو جدا. حلو قوي. فانا النهارده الشغل كله متوفر عليا. على 140. 140 يا ست. تسلم ايدك. وده تمام. وده كمان 140 يا ست الكل. بصوا كده، ده يد معصم برضه هتفرد قصادي. بصوا دي انا بوريك عيني. حلو قوي، ده اللي هو فيه لولي كبسي يا جماعه النهارده برضه على 140. ده 140 يا فندم. الله، ده شكل تاني، ده كل شكل مختلف. اه، كلهم 140. ده برضه على 140. ده 140 الساده خالص برضه. بصوا ده ساده برضه بمعصم على 140 جنيه. والنبيتي. تمام، الوانه برضه كلها متاحه. متوفره، في منه الرمادي متوفر. والرمادي بتاعه كمان موجود. انا بوريك حضرتك عينات. لو لسه مكملين بالله عليكم فضلا وليس امرا، لايك وشير للفيديو. نخش على إيه؟ ابو 150. لا، وابو 150 حاجه محترمه، عايز اقول لك حاجه تحفه. ايه الجمال ده؟ ده النهارده ب 150 جنيه، هيتشحن لكم بالقطعه لو عايزين قطعه على 150 جنيه. 150 يا ست. بصوا كده الجمال ده. بالوان ده، ده واخد طبقه فرو. اللي هو اسود، وده ده الفرو ده تايجر اسود ساده كامل. يعني الفرو اللي بيتغير. الفرو اللي بيتغير. وده النهارده برده ب 150 جنيه. 150 يا ست. تمام، تسلم ايدك. برده 150. ده لونه شايفه مع يوسف الوان تانية منه. اه، فرو. بص كل ده ب 150. كله لون البيج. اه، ده البيج واللون اللي احنا الزيتي اللي فردناه. 150 كل ده ب 150، ده صوفي يا جماعه تحفه، كله 150. على 150. بصوا 150. كل ده النهارده ب 150 جنيه. تمام، احنا ما بنعليش. بصوا الجمال. هو المصنع بس كان ب 140 من شهر ونص،
تمام. والمصنع علق، انا خسرت من مكسبي ما رضيتش اعلي على الزبون. تمام. ف 150 هيجيبوه ب 280. انا عايز اقول لكم واخد برده من هنا، بصوا السنه كده تحفه على 150. وزي كده برده هو ده اسود في اسود بقى، اللي عايز اسودات كل الموديلات فيها اسودات، اللي عايز اسودات صافي اهو برده على 150 جنيه زي ما انتم شايفين اسود. تمام، تسلم ايدك. بصوا ده برده حلو قوي، ده برده على 150 جنيه. تمام، تسلم ايدك. نخش ده منه ابو جيب يا ست الكل بكل اشكاله. ده العادي اللي من غير جيب، ده بجيب وده معانا بجيب. ده ب 160. ده ب 160. ده اللي هو بجيبين ده هيبقى ب 160 جنيه. تمام، تسلم ايدك. تمام، برضو الوانه متاحه، احنا بنديكم بس ايه عينه من الشغل. 170. ده في شغل هاند ميد. 170 الخرزه دي هاند ميد. صح كده، ده النهارده معانا ب 170. زراير من هنا زي ما انتم شايفين، كل ده النهارده معانا على 170. ده كبسه برضو. تمام، 170. بصوا كده كل ده على 170 اهو، خدوا سكرينات كله ب 170. لون الفرو اللي بيتغير نبيتي تحفه، حلو قوي في الفرو على فكره. ده النهارده ب 170 جنيه. تمام، تسلم ايدك. نكمل ابو 170، نكمل معانا ب 170. دي عصفر زراير تحفه الوانها. بصوا كده معانا، بصوا الله، ايه ده، ده حلو قوي دي. وعايز اقول لك مش حريمي، تمشي بناتي برضو وتمشي موديلها حلو قوي. كام دي النهارده؟ 170. دي برضو ب 170 جنيه، شكلها تحفه على 170. ما انا ماسكاها تحفه، خامه داخل فيها جاكار، دي محمله حلو قوي يا جماعه والله، على 170. وده اللون الثاني، الرباطي والبني. واو تحفه، ده البني بتاعها تحفه على 170. حد عايزها جمله متوفر، حلو قوي ب 170 الشال ده تحفه. الكاب ده قمر قوي. نخش على البنات كمان، ندخل معانا على البنات. في منه الوان كلها لو لسه مكملين فضلا وليس امرا لايك للفيديو. ده بناتي او ده مفتوح كده زي الجوردن صح كده، حلو قوي. عامل كام؟ 130 جنيه. 130 برضه لولي كبس. كبس لولي كبس. بصوا ولا يتقطع ولا يتفك ولا حاجه، والوانه تحفه. هات لي البس الاصفر اللي ورا ده، بصوا اهو بناتي كل ده ب 100 وكام؟ 130. 130 حلو جدا ده، حلو قوي. لا ولولي كبس كله، حتى الظهر بتاعه كله لولي كبس من هنا، بصوا اهو حلو قوي دي. تمام، تسلم ايدك. ده اللي هو ابو جيوب، ده بقيت عرض ال 160. بصوا اهو كل ده ب 160، ده اللي هو ليه جيبين من هنا. تمام، تسلم ايدك على 160، واللي من غير جيب ب 150 صح؟ تمام، الله ده حلو برده، ده بجيوب برده وشغل فرو من هنا. بصوا الجمال كام النهارده برضو؟ ده ب 200 جنيه. ده النهارده ب 200 جنيه، ده حلو قوي ده. ده النهارده على 200 جنيه، شكله تحفه. الوان برضو منه متاحه. لا الاورنج بس ده منه. اورنج بس؟ ده بقى. واو ده حلو برضو. ده زيه بس بص الخامه بتاعته كشمير. حلو جدا جدا. ده خامه كشمير، ده الخامه محمله. في الدرجه دي؟ ده ب 250. 250 وموجود ب 320 بره جمله. تمام، عندنا احنا ب 250، ده بفرد قصاده بس ايه تشوفوا قد ايه كل ده ب 250، حلو قوي قوي. بص تقله قد ايه، مش قادر. تسلم ايدك، لا هو تقيل، الخامه محمله يا جماعه، ناشفه الخامه، الناشفه المحمله. تسلم ايدك. تمام. ده شلاشيب، بصوا النهارده كبات يا جماعه. ده الفرو ده لونه حلو قوي قوي. وده كام برضه يا استاذ؟ ده 170 جنيه. ده ب 170، ده النهارده معانا على 170 جنيه. ده موديل الموديلات اللي شغال مع السيدات الكبار، حلو جدا. تسلم ايدك، حلو قوي وشكله شيك لو اتلبس على عبايه بالليل وهي نازله في مكان راحه في حته. ده يمشي بناتي ويمشي حريم. شكله شيك قوي 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 قوي، يعني شكله تحفه. حلو جدا ده. ده النهارده ب 210. حلو جدا ده. بينزل اسود بس. بينزل اسود بس على 210. تمام. تسلم ايدك. ده دبل فيس يا فندم اللي هو ده اللي هو طبقتين فيس. طبقتين يا جماعه، ده دبل فيس يعني قماشتين فوق بعض. حلو قوي. ده في منه الرمادي اللي بيتلبس يعني وشين، الاسود اساسي يا ست الكل. هو بيتلبس وشين؟ وشين. هو دبل فيس، دبل فيس. اوكي اوكي. وشين ما متسافر من قدام ورا. بص بص الجمال ده يا ست الكل، من الاساسي اسود. تمام. من فوق في منه الرمادي الفاتح والرمادي الغامق والجملي، يعني الاسود الوش الاسود اساسي والوش التاني اللي بيتغير. وده دبل فيس بكام؟ ده ب 200 جنيه يا ست الكل. ب 200 جنيه ده بيتلبس وشين على 200 جنيه دبل فيس يا جماعه. نوع تاني دبل فيس. تمام، تسلم ايدك. ده منه بقى برضه اللف كده المقاس الكبير بس مش دبل فيس. اللي هو بيتلبس وش واحد عادي. وش واحد. وده كام برضه؟ ده اسود اساسي يا ست الكل، ده بيتغير رمادي ابيض في اسود. الفرو ده اللي بيتغير، الفرو بس اللي واللون الاسود اساسي. ده ب 150 يا ست الكل. ده ب 150 جنيه. يلبس معاكم بقى 160 170 كيلو، يلبس كل حاجه. البسه هو لف يعني. تمام، هو بيتلف بتاعه ده. تمام، لللف. بيتلف كده. تمام، نزل الوانه كلها، الوانه كلها. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق مثبت ان شاء الله. كل الوان الموديلات دي بالوانها موجوده على التليجرام، هسيب لكم لينك في اول تعليق تشوفوا براحتكم بقى. كل ابو جيبين ده. بصوا ده بناتي قمر، بصوا الجيوب شكله شيك قوي. ده 200 جنيه. كام النهارده؟ ده ب 200 جنيه، شكله تحفه. والجيب بتاعه ده مخلي شكله تحفه قوي على 200 برضه. تمام، تستر ايديك. بصوا الجمال ده برضه،
ده اللي هو بيبقى بزرار من هنا كده، ودي برضو اللي تتغير ولا دي ثابته؟ فروه ثابته. اه دول بني والابيض في حلو قوي بس، والاسود بس والبني، البني المنقط اللي هو جميل ده. اه تمام، بدل الجري ده يبقى بني. وكام النهارده برضو؟ 200 جنيه ده برضو ب 200. بصوا ده الاسود بتاعه كله اهو على 200 جنيه. تسلم ايدك. تمام تمام، ده الاسود بتاعه 150، ده اللي هو 150 ده عرضناه في الاول مع الالوان الثاني. اه في الخامه دي برضو، بص الخامه دي عامله ازاي، دي برضه صوف حلوه. أوه. حلوه 170 يا فندم، ده النهارده ب 170. لازم منه الوان كلها، النبيتي والاخضر كل الالوان، كل الوانه على 170 جنيه. يعني الشغل ده عينه بس تتفرجوا عليه، الشغل فيه كميات منه. في الدبل فيس ده يا فندم برضه، ده دبل فيس برضه، يعني الاسود اساسي برضه. تمام. هو طبقتين ودبل فيس، طبقتين ودبل فيس يا فندم. ده مسترفل ابو من تحت. حلو قوي. انا بس عايزه اوريكم بس شكله، بصوا عامل ازاي، تحفه. ده يا فندم ده دبل فيس نازل منه من بره بقى الاسود اساسي خلاص. تمام. النبيتي والنبيتي والرمادي الغامق ده، تمام، والرمادي الفاتح والاحمر والجمل، يعني موجود منه الوان كتير. على كام برضو؟ 220. ده ب 220 دبل فيس يا جماعه على 220 بكرانيش كده، شكله تحفه. تسلم ايدك. تمام. في معانا برضو تونيك بناتي محيرات انساتي. اه انساتي محيرات 220 ده النهارده ب 220. عايز اقول لكم اللي هي الخامه المشعره في الصوف، هي مشعره في صوف كده، ده عجينه. طب عجينه مشعر، عجينه مشعر حلو قوي في صوف. تسلم ايدك. تمام. بنوته جميله. ده توينز يا جماعه، ده تونيك بناتي، ده عجينه برده مشعر، عجينه بص. اه ما انا بقول ده توينز قطعتين تحفه، ده توينز بس ده تونيك تلبس برده على البنت، تلبس عليه ليجن بنطلون جينز كلون. بنطلون كلون تمام، جينز براحتها، بس هو ده يلبس متهيألي من 6 ل 8. اه يلبس من 6 ل 8 لان هو أيوة. لحد هنا، لان مكة 5 سنين ده كبير عليها اصلا. اه وده ده ثلاث الوان كمان. تمام. وسعره كام؟ ايه 220. ده ب 220 قطعتين تاخدوا لي العيد كده ب 220 جنيه، حاجه لوكس. ده الخلاص ده كبسه اهو يا جماعه، بصوا كبسه اهو زي ما انتم شايفين. تسلم ايدك. تمام. نكمل مع بعض برضو. معانا بقى الهيكولات، عندنا منها نوعين، في نوعين. ايه ده؟ العجينه، ده العجينه عجينه على صوف. كام النهارده؟ 120 جنيه. 120 جنيه ابيض واسود، في بني منه مثلا شويه صغيرين يعني. تمام. تسلم ايدك. وده البادي ده ابيض واسود بس، ابيض واسود ده صوف بقى. اه يا ست الكل. كام النهارده؟ 50 جنيه. ده النهارده معانا ب 50 جنيه. والبناتي بتاعه اصغر شويه 35 جنيه. 35 الياقه بتاعته مقرنشه من قدام لتحت، كرنيش كده عشان بناتي صغيره. 35 اه من 3 سنين لخمس سنين. لحد 5 سنين بس هو يلبس، هو بيدي يعني زي كده بيمط يا جماعه. بيمط. تمام. تمام. في حاجه زي كده ابيض واسود بس. تمام. بلوفر شكل عجينه، ده عجينه شقار. بص كل حاجه حلوه قوي، عجينه يا جماعه تحفه. هو بينزل ابيض واسود بس 85 جنيه. ب 85 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في ده الشال البناتي المعصم. كام؟ 100 جنيه يا فندم. ده النهارده ب 100 جنيه. تمام. بس اللون ده بس؟ لا والله في لونين كمان، في لونين كمان. تمام. في ده الهودي يا فندم وفي الوانه كلها، حلو قوي. ده كام برضو؟ ده 165 جنيه. 165 جنيه. اللي عندي خلصان وبيجي تاني النهارده ب 145 جنيه، فانا عندي سعرين 145 و165. 145 و165، ده بالوانه كلها وده بالوانه كلها يا ست الكل. تسلم بس إيه. ما شاء الله تبارك الله، لا حول ولا قوه الا بالله، ربنا يبارك يا رب. شغالين معايا حلو جدا. تمام. تسلم ايديك. في ايه تاني معانا؟ في شركه الجلد ده يا فندم، ده الهارلي، ده جلد مبطن فار، ده اللي هو الهارلي يا جماعه. آه المبطن. آه بنوته كده، بنانيتي. حلو قوي. هاي ويست يلبس 70 مثلا، يلبس اللي هي بتلبس لارج اكس لارج. آه عشان بس تبقوا عارفين. ده مبطن. كام برضو معانا؟ ده ب 160 جنيه. ب 160، ب 260. انا اسف، 260. يوسف مصحصح. انا عايز اراضي الناس والله. يوسف حاسس بالناس. بص اللي جايه دي برضو، دي الغزاله، دي غزاله مشعره. الله تحفه، حلو قوي قوي. دي عجينه لوكس، عجينه مشعر يا جماعه. قولوا لي كبس وحلوه قوي قوي. بص تقولها قد ايه؟ تحفه. المستردة بتاعتها حلوه قوي قوي. هي بتنزل تحفه دول بس، لان كان في ثلاث الوان بس. كام النهارده برضو؟ 160 جنيه. 160 جنيه. اه انا حاسب الناس. تمام. حلوه قوي قوي والله، تحفه. 160 تلبس معاكم من 10 ل 12 سنه على حسب الجسم. كل دي بنات اكتر من تجيب. لا تجيب برضو عشان هاي يعني الاطول مني. لا مش اطول مني شويه ما تلبسهاش؟ تلبس يعني برضه 15 يعني تجيب. اه محيرات، هي محيرات، هي محيرات صح. هي محيرات على حسب جسم بقى. محيراتي اعلى سن اقل سن تجيب. اه هي محيرات يعني، لو اصغر تجيب، لو اكبر هي تلبس. تمام. تسلم ايدك. على حسب جسم البنوته. آه برضه يا جماعه. تمام. وهي كده يعني بتاخد وضع جسم. تمام. ده عجينه دي. دي عجينه مشعره. تمام. نيجي بقى الانيساتي بقى، محيرات انيساتي. اه ده اللي بالسكارف بتاعه يا فندم، حلو قوي. ده عجينه كوفيه بسكارف كده، تحفه تحفه.
ده عجينه يا جماعه تحفه، حلو قوي قوي. وده كام النهارده برضه؟ ده 240. ده النهارده ب 240، ده يلبس اول الانساتي كمان، محيرات اول الانساتي اللي هي بتلبس لارج برضه. هو كده بياخد ودي يعمل مقاس الجسم. تمام. لو هي 70 75 هيعمل. قلنا ب 200 وكام؟ 240. تمام. 240 يا جماعه تحفه، تسلم. ده عجينه لوكس يا فندم. تمام. مش سوق. حلو قوي قوي، تسلم. اللي عايز يفهم الخامه، العجينه هي خامه ناعمه جدا زي القطيفه. الغرزه بتاعتها تبقى ضيقه وغير الصوف. تمام. خامه ناعمه وطريه. حلو قوي، تسلم ايدك. وده برضو عجينه بيج سايز. ده بص 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 ده طول وعرض وخام. حلو قوي قوي قوي. دي عجينه برضو يا جماعه تحفه، عجباني قوي قوي قوي. هي واخده فتحتين من هنا. ده يمكن ناس كتير سالونا على الابيض ما كانش موجود، كان وده يمشي اوفر سايز ويمشي بيج سايز. تمام. يمشي الاثنين. ده طول. شكله تحفه. ده اوفر سايز. انا بقول اوفر سايز يمشي معاكم الاساسات الخاصه ويمشي للعادي. لحد فين؟ حلو قوي. تمام. ده ب 280 يا فندم. ده ب 280. ده طول وعرضه شكله حلو، معاك بتشو برضو وشكله شيك قوي. في اللون الغامق بتاع ده كمان البني. في البني بتاعه. وفي الكحلي. الاسود مش متوفر عشان بس ما حدش يسالني على الاسود. تسلم ايدك. الوانه كلها ما عدا الاسود. تمام. برضه اتفضلي يا فندم، ده برضه عجينه. ده برضه اوفر سايز. اوفر سايز برضه يلبس معاكم. بصوا ما شاء الله عليه. كام النهارده؟ ده 255. 255 عجينه قمر قمر وعرضه كل حاجه. تمام. وده اللون التاني. اللون ده حلو قوي. ده برضو اللي هو الزيتي الملكي. هو ده هو زيتي واسود وبني. زيتي اسود بني. تمام. تسلم ايدك. حلو قوي. موديل تاني خالص. ده موديل تاني خالص. ده موديل تاني. الوان برضه ست كل. تلات الوان. عجينه مستورد. حلو قوي. على كام برضو؟ ده 250. ده ب 250. كل ده عجينه يا جماعه على 250. لو لسه مكملين بالله عليكم فضلا وليس امرا، لايك وشير. طول وعرض وتلبيسه. تمام. حلو قوي. معانا برضو الجاكيت ده، احنا جبنا لكم الهارلي. الهارلي جبنا بقى الجاكيت الطويل. ده الطويل ده بصوصه وتلبيسه. مقاس واحد يا استاذ احمد. ده كله مقاس واحد استاذ واحد. تمام. ده ب 250 يا فندم. ده ب 250. الموديل ده ما شاء الله تبارك الله شغال كويس جدا. بصوا قم طالبه معايا كويس جدا. ده على 250. فرو برضه من جوه. والله فضله بيخلص ما شاء الله تبارك الله. ده مبطن فرو 250 وسعره حلو. على 250. ده سعره مقصود يا فندم، ده كان ب 280. تمام. الاول اول ما نزل. فلما نزلناه 250 ما شاء الله تبارك الله اشتغل. ما شاء الله عليك. تمام. تسلم ايدك. بصوا معانا الطقم ده، في منه ابو جيبه. في منه بجيبه. وفي منه ببنطلون. اربع مقاسات ابو جيبه واربع مقاسات ابو بنطلون. تمام. سعره ده اصغر مقاس وده اصغر مقاس. تمام. 6 8 10 12 ده امسك خامته ست كل. ده خامته كشمير. عامل حلو قوي، مقربل الجوخ الناعم. مقربل الجوخ صح كده؟ نضيفه جدا. حلو قوي، عامل زي الجوخ الناعم. ده الطقم ب 60 جنيه يا فندم. ب 60 جنيه. اللي عايز يعني البنطلون لوحده ماشي ب 30، اللي عايز البلوزه لوحدها ب 30. يعني ممكن ياخدوا الطقم البلوزه لوحدها والبنطلون لوحده. الجيبه لوحده ماشي، اللي عايز الجيبه لوحدها ب 30 ماشي، البلوزه ب 30 ماشي. تمام. تسلم ايديك. الطقم كامل ب 60 جنيه او بجيبه او ببنطلون. صحيح. واللي عايز القطعه ب 30 ياخدها. هم اربع الوان يا فندم. اربع الوان. اثنين. تمام. الزهري. اربعة الاخضر. بصي ادي لهم اثنين ثلاثة اربعة. اربع الوان يا جماعة موجودين منه. العميل لما يسألني هم اربع الوان. اربع الوان، القطعة ب 30 والطقم ب 60. والثري اربع مقاسات. الثري اربع مقاسات. 8 10 12. تمام. تسلم ايدك. عندنا هنا برضو قسم للشنط. قسم الشنط وتصفيات، يعني تصفيات انا شغل. انا بعمل عليها عروض. تمام. عشان هقول بما يرضي الله. تمام. الحاجه اللي كانت من شهر. تمام. من شهر ب 100 جنيه النهارده ب 300 جنيه. ب 300. الشنط الترولي السفر الطقم اللي كان ب 1850 وبعد كده قلت انا اسف زاد 1950 النهارده ب 2000 ونص. لا بنجيب منه والله، بس الزبون المصري بيقول لك لا انت بتضحك علينا، فانا ما انا محتاجه يسال الاول. تمام. انا عندي كل الطقم قسما بالله، بس بفضل ما شاء الله تبارك الله بسبب فرق السعر والدولار والريال دلوقتي احنا الشغل بيجي ما شاء الله العربيه كامله بتروح السعوديه. تمام. فهماني؟ تمام. فلما حد بيكلمني وعارف سعر وعارف ان انا ببيع جمله وارخص حد ارخص من اي حد 200 300 جنيه بيكلمني بحجز له الطقم بيجي ياخده. تمام. هنبدا بايه هنا؟ هنبدا ده الشنط اللي هي يد وظهر. يد وظهر 100 جنيه يا ست كل. دي النهارده ب 100 جنيه. دي خامه جينز دكه تقيله جدا. حلو قوي قوي. احلى من الجينز. ده مش ده اللي بيتقطع خالص. دي النهارده ب 100 جنيه. اللون الثاني بتاعها 100 جنيه يا فندم. ده اللون الثاني برضه ب 100 جنيه، عايز اقول لها قاعده من تحت وشغل حلو جدا. تسلم ايدك. حاجه نضيفه الخامه دي. بصي. تمام. دي اللي هي الجينز. اتقل كمان دي ده. تمام. تسلم ايدك. في كنا عاملين على الشنط البيبي دي بيبي وظهر يا فندم. دي بيبي وظهر. تمام. تمام. بتشال ظهر وتتشال من ايد وتشتال كروس او ثلاث قطع. كام النهارده؟ 250 يا فندم، وقسما بالله النهارده ب 350 جنيه جوه. النهارده ب 250 لان هم اخر ثلاث قطع. حلو قوي على 250. يا فندم تسلم ايدك. تمام. دي الشنطه الاديداس دي في منها محترمه جدا دك وفي منها شغل تنزل اسود بس 130 جنيه.
ب 130 جنيه. محدش هيلاقي السعر ده. حلو قوي قوي. تسلم. بيستخدموها بقى دروس، بيستخدموها اولى ثانيه ثالثه ابتدائي، بيستخدموها بتوع جامعه. دروس. تمام. حلو قوي. الحاجات اللي في منها شغل اقول لك في منها. تمام. تمام. دي 95 جنيه ست كل. دي النهارده ب 95 جنيه. جدا عامله زي الكشمير. نايكي. تمام على 95. تمام تسلم ايدك. في ايه ثاني معانا؟ ادي واحد اتنين مقاس بعض ب 110. دول مقاس واحد على 110. امسكي كده. دي رحاله. انا مسكتها. بتتوسع وبتتضيق. بتتوسع وتتضيق. لقيت السعر ده بره؟ لا لا. يعني حلو قوي. مقاسها ب 160 جنيه جوه. حلوه جدا. تمام. 110 ست الكل. 110. اللون ده واللون ده عشان اللون الزيتي والكحلي. تمام. تمام. والاكبر؟ المقاس الكبير اللي هم الثلاث الوان الثلاثه دول. 130 يا ست الكل. الثلاثه دول على 130 جنيه. كده خامة. بصوا حلو قوي مقاس كبير برضو. في منها الخطين. بتتضيق وتتوسع على 130. تمام. ويسالوا حلو قوي اللي معاك دي ايه يا يوسف؟ ده ب 150. ده الجنس ده النهارده معانا على 150 جنيه. قالوا بره بكام يا ست الكل؟ ده المقاس الكبير. دي تمام. ده توسيع يا ست الكل. يعني دي بتضيق تقدروا تصغروها وتوسعوها وتنفع برضو للي هم في الجيش والحاجات دي ورحاله. تمام حلو قوي. لما حاجته هدومه وهو رايح يونس شويه بياخدها. تمام حلوه جدا تشيل معانا برضو. في ايه تاني معانا؟ الحاجات بقى المستوردة. دي ب 370. دي ب 370 دي مستوردة. دي اكتف اصلي فيها كل الكاميرات. تمام حلو قوي. مع التأمين بتاعها. دي اكتف اصلي. حتى البطانة بتاعتها مكتوب عليها اكتف. تمام تسلم. دي مملي مش محتاجة نتكلم عليها. ده براند عالمي يا ست. كام النهاردة المملي؟ 450. المقاس الأكبر منها ب 480. ب 480 الأكبر. دي رحالة وآخر قطعة ونص. الناس جم خطفوهم الشوية اللي كانوا موجودين. آخر قطعة. دي يا فندم ب 300 جنيه. ب 300 جنيه. دي يا فندم دي رحالة. بص اللي هي الغطا بتاعت الأجانب. أيوه حلو قوي. دي النهارده بتتباع. يسال قبل ما يجي لو ما لقاش ب 450 انا هديها له ببلاش. تمام. دي الاكتف اللون الثاني زي بتاعت زي اللي هي اللي في ايدك ولا ايه؟ 300 كام يا يوسف؟ 350. دي اللي هي ب 350 ده لون ثاني منها. تمام. فيها اسود وكحلي. حلوه جدا. وفي الاسود بس. في الاديداس دي يا ست الكل. والاديداس دي برده كام؟ دي مستورده. دي الفيب. بصي ده الفيب بتاعها. تمام. دي المستورده. مكتوب عليها الاديداس الاصلي. تمام. كام النهارده برده؟ بتاعها عامل ازاي يا ست الكل؟ حلو. انا كنت عامل عليها عرض برده اخر قطعه. احسن قطعه. اخر قطعه كام؟ ما حدش على حد. 200 جنيه. ب 200 جنيه. دي ب 270 جنيه جمله. تمام. دي الاديداس الاصلي يا جماعه على 200 جنيه. معاك ايه يا يوسف؟ دي اللي هي المقاس الكبير دي بتاعتها. دي بقى لا مؤاخذه جوزها مزعلها ده هتلم المطبخ معايا مش الهدوم. حاجه ما شاء الله. لو هدوم لو تخزين لو كل حاجه. تعينيها تخزين برضه. 150 ب 150 جنيه. معلش برضه انا هقول عشان دي في لسه جاي لي منها شغل. انا عندي منها شغل كميه. تمام. دي كانت من شهر ونص ب 130 بس. تمام. الناس عارفه غلو الاسعار. حلو قوي. بقت ب 150. انا بعتذر من الناس والله. تمام. دي بقت ب 150. والحاجات دي دي اللي بقت دي. ها دي اللوتو دي. ها كام يا يوسف؟ كام يا يوسف؟ 160. 160. دي النهارده معانا على 160. حلوه جدا. حلو قوي. جدا جدا برضه موجود منها شغل على 160. اللابات بقى. اللابات شغل المحترم اللي الزبون كله بيسال عليه. تمام. تمام. كام الام بولو؟ دي ب 400 جنيه. 400 جنيه ست. دي ب 400. دي باليو اس بي بتاعها اتنين. اليو اس بي. تمام. والسماعات بتاعتها والتامين بتاعها حاجه فوق المحترم. على 400. دي كام يا يوسف؟ 400. 400 برضه. التاني بتاعها ست الكل. تمام. تسلم ايدك على 400. في الاكتف. الاكتف دي. دي كنا بنبيعها ب 400. دي 350 ست. النهارده ب 350. كحلي والاسود. كحلي واسود يا جماعه على 350. تمام. تسلم ايدك. في شغل اكتف برضه حاجه محترمه اكتف. تمام. بص انا اسف كل البراند بتاعها مكتوب فين؟ بصوا على السوسته كمان. كله حتى البطانه بتاعتها كام يا يوسف؟ تسلم ايدك. 350 يا ست الكل. حلو قوي. شايفه معانا شنط هنا. طب كمل. الضهره 150. الاديداس دي 150. 150. 150. تمام. تسلم ايديك. دي مقاس اصغر شويه ولا هي هي نفس المقاس؟ لا محترمه جدا. مقاس اصغر؟ ده شغل لسه واصل النهارده كمان. تمام. بص منها برضه شويه. حلو قوي. دي توسيع يا ست الكل. حلو جدا. دي برضه على 150. حلو قوي. على 150 جنيه. عامله زي الجينز محمله قوي. تسلم ايدك. تمام. شايفه معانا الشنط دي بقى اللي هي الصغيره الرجالي دي عامله كام؟ دي يا ست الكل برضه. طب استنوا ما نشوف دي. ده تركب في الضهر. تمام. تمام. وتتشال في الايد عادي. ضهر وايه؟ وتتشال في الايد. ضهر وايد. دي مجهزه بناتي تنفع بناتي؟ بناتي وللبيبيهات. وللبيبيهات. ده اللي بيحافظ يا فندم. حافظ على الميه الساقعه والسخنه وكل حاجه. البيبرونه متقسمه لكل حاجه. حلو قوي. دي وعلى فكره ال 60 دي مستورده. دي المستورده. الناس هيلاقوها المصري ب 300 جنيه، انا ببيع والله دي المستورده وهوريهم البراند بتاعها. تمام. ودي المستورده. دي ب 250 ودي ب 200 يا ست. دي ب 200 جنيه. يسالوا عليها. تمام. الماركه ايه؟ اهي يا جماعه. تسلم ايدك. دي على 200 جنيه. تمام. دول مثلا عندي اربع قطع مثلا. دول كام؟ تمام.
230 و250. جيب 250 وجيب 230 ودول رحاله يا جماعه. دي الكاسيت كل حلو قوي. دي اكتف عامله زي الكتان. ما شاء الله جميله. ودي 250 250 كبير الخامه النظيفه المشمعه. حلو قوي قوي. في معانا بقى الشنط الصغيره ولا كام؟ ال 250 اولانشي. الاولانشي دي ماركه معروفه والناس عارفاها. اولانشا تمام. كام؟ 350. 350 جنيه. تسلم ايدك. تمام. في ايه تاني معانا؟ الاكتف دي جميله. بص عامله ازاي. هي بتنفع للجامعات. تنفع بكام دي؟ تمام. 350. جبت 350. تسلم ايدك. تمام. في بتوع في بتوع المدارس 400 و405. يا حبيبتي حبيبتي اتشرفت. خامات محترمه. دي كام؟ 400. دي ميلانو. ميلانو. دي النهارده ب 400. تمام. تسلم ايدك. 425. دي 425 المقاس الاكبر. تمام. والشنط الصغيره اللي وراك بقى يا يوسف دي وفكرة عنها. قول لنا عليها. دي انا عملت عليها عرض كله كده. تمام. دي مستورده. دي ليه المستورده؟ كانت ب 125 100 جنيه. ب 100 جنيه. اي كروس بقى اللي كان ب 170 وب 180 وب 160 ب 130 جنيه. ب 130 يعني الووتر بروف ده على 130؟ كله 130 ستين. وده؟ لا دي جوكس. دي جوكس. غاليه شويه. تمام؟ يعني ما هي ب 230. ب 230. بس الزبون عارفها الجوكس. هي خمس جوكس ماركه مستورده. تمام على 230. انما الباقي ده كله على 100 وكام؟ كله ب 170 و180. دي بتتركب كروس وتتركب ظهر. ظهر. زي كده يا ست. كله كله كده زي نازله. كله كروس وظهر. كله على التليجرام. 130. 130 يا فندم. حتى ب 130. 170 بقى ب 130. كله ب 130. 170 بقى ب 100. كله ب 130. كل ده النهارده على 130. تعبتك معايا. في حاجه تانية ما جبناش؟ الوسط يا جماعه. الوسط دي يا ست كل 100 جنيه. دي ب 100 جنيه. الوسط دي ب 100 جنيه. اللي هي بتاع الشباب والبنات بيحبوها قوي. اللي هي دي. تركب كده دي تبقى في الظهر. تبقى في الظهر اكس ودي قدام. تمام. 100 جنيه برضه. دي برضه ب 100 اللي هي بتتركب اكس دي ب 100 جنيه. هما ثلاث قطع المنصب. تسلم ايدك. تمام. تعبتك معايا. اغلى من كده عليها اسمك. وشكرا جدا. الله يخليك. العنوان بالتفصيل هينزل لكم صور حالا. هسيب لكم لينك التليجرام في اول تعليق وارقام للتواصل. بحبكم في الله واشوفكم على خير في فيديو جديد ان شاء الله. هنيجي بقى العنوان وازاي نوصل. انا هجيب لكم من عند الجراج ومحطه المترو. ده المسرح القومي. المسرح القومي ده جنب الجراج على طول. بصوا ده الجراج. ده أول ما بنخرج على طول من محطة المترو بنخرج من الشارع اللي بين المسرح القومي وبين الجراج. هنخرج على طول في وشنا هنا هنلاقي كوبري الأزهر زي ما انتوا شايفين كده. أنا بديكوا علامات مميزة للمكان. وعلى أول قدامنا كمان كده اللي هناك ده اسمه رصيف حلاوة. احنا المفروض هنمشي على طول لحد الوش هناك كده. العمارة اللي في الوش دي همشي معاكم برضو واديكوا علامات مميزة للمكان. هنفضل مكملين وماشيين زي ما انتوا شايفين كده. انا جايبه لكم المره دي التصوير بتاع رامي سنتر من اول المسرح القومي ومن اول جراج العتبه كمان عشان اللي مش عارف يوصل. انا صورت لكم قبل كده من اول شارع الجيش وفي ناس ما عرفتش توصل. فالمره دي صورتها لكم بقى من عند الجراج ومن عند محطه المترو كمان. هنعدي ونمشي كمان. ده رصيف حلاوه هيقابلنا في السكه كده برضو. هنفضل مكملين. انا بديكم علامات مميزه للمكان وازاي توصلوا. هنكمل على طول. احنا ماشيين من جنب كوبري الازهر. لو انتوا شايفين كوبري الازهر اهو. احنا هنفضل ماشيين من جنبه على طول زي ما انتوا شايفين. يعني لو خرجتوا من محطه المترو وبصيتوا على طول يمين هتشوفوا كوبري الازهر ده. هتطلعوا عنده وتفضلوا ماشيين من جنبه زي ما انتوا شايفين كده. هنعدي كمان ده كده. ده شارع الجوهري وده بريموس. بصوا ده بريموس بعد رصيف حلاوه على طول. هنكمل بعد بريموس برضو ونفضل ماشيين. والشارع اللي قدامنا ده كمان شارع الجيش. يعني ده بريموس عند شارع الجوهري وده شارع الجيش. واحنا المفروض هنروح عند بتاع العجل اللي عملت لكم عليه زوم دلوقتي. هنعدي الطريق كده ونفضل مكملين. انا ماشيالكوا بس من الجنب ده على طول عشان اوريكوا علامات مميزه قدامي على طول. هنفضل مكملين وماشيين. هيقابلنا كمان منفذ بيع القوات المسلحه على شمالنا. هنفضل مكملين وماشيين على طول جنب كوبري الازهر زي ما انتوا شايفين كده. بصوا كل شويه اوريكوا كوبري الازهر. احنا مكملين وماشيين لحد محل العجل اللي انتوا شايفينه ده. هندخل في الشارع اللي جنبه على طول. ده اسهل طريق ممكن توصلوا ليه. بصوا على اوله سوبر ماركت اسمه الرضا برده. هنفضل مكملين. الشارع ده اصلا غالبا بيبقى كله عجل. بيبيع عجل للاطفال عجل كبار زي ما انتوا شايفين كده. مشايات ببيهات. فهنفضل مكملين وماشيين زي ما انتوا شايفين كده لحد ما هيقابلنا المحل ده اسمه ماهر. احنا هندخل من جنبه على طول. بصوا هندخل من الممر اللي جنب محل ماهر ده على طول كده. يعني يمكن صورت لكم بدري عشان اعرف اديكم علامات مميزه للمكان واعرف اصور كويس. يعني لو كان استنيت شويه ما كنتش عرفت طبعا اصور خالص. هنطلع معاكم السلم زي ما انتم شايفين كده السلالم دي ونكمل. بصوا هنلاقي برضو مصنع قمر للبليسيه. ابو قمر للبليسيه. هنكمل ونمشي. انا بديكم اي علامات مميزه في المكان تدلكم ان انتم لسه ماشيين صح لحد دلوقتي. هنكمل. احنا كده خلاص دخلنا مع بعض. قربنا على سنتر رامي. بصوا هنلاقي شركة التبارك دي برضو. شركة التبارك دي على اول الشارع. هنخش من جنبها على طول من جنب شركة التبارك.
الاقي هنا برضو دي اليافطه مكتوب عليها شركه التبارك برضو. هنخش من العماره دي وهنطلع للدور الثاني علوي مكتب رامي سنتر. احنا كده كنا خلاص وصلنا معاكم كوم الشيخ سلامه. من اول ما بدانا نطلع السلالم اللي فاتت دي كنا وصلنا كوم الشيخ سلامه. اول ما هنطلع الدور الثاني على طول زي ما انتم شايفين كده هنلاقي مكتب رامي سنتر اللي عملنا منه الجوله النهارده. انا النهارده بقى وصلتكم محطه المترو لحد المكتب فوق. يا رب تكون الجوله عجبتكم وعرفت اقول لكم على الطريق صح. ما تنسونيش في اللايك واشوفكم على خير في جوله جديده ان شاء الله.